مساء الفل، لحد كام سنة فاتوا كانت فكرة إن واحد يتجوز واحدة أكبر منه في السن شوية مرفوضة عند معظم البيوت المصرية وما بتحصلش غير كل فين وفين، لكن من كام سنة بقيت ألاحظ إن كتير من الأهالي بتوافق إن ابنهم يتجوز واحدة أكبر منه طالما هو عايز كده وطالما هي إنسانة كويسة. بس وليد بطل قصة حقيقية النهاردة لما حب واحدة مطلقة وأكبر منه بخمس سنين وأهله وافقوا إنه يتقدم لها أهلها هما اللي رفضوا رفضوا ليه؟ وهو عايز يعمل معاهم إيه؟ ما تيجوا نسمع القصة من الأول اسمي وليد في نهاية العشرينات من عمري مشكلتي إني مش قادر أفهم تصرفات مجتمعنا حصل فيها إيه؟ وليه أهالي أصلاً بيتدخلوا في حياة ولادهم بشكل مبالغ فيه بيبقوا عايزين يتحكموا فيهم وفي اختياراتهم ومستقبلهم حتى لما ولادهم يكبروا ويبقوا قادرين انهم يكونوا مسؤولين عن قراراتهم واختياراتهم برضو بيتدخلوا انا بحب واحده اكبر مني بخمس سنين وهي مطلقه وبقول لنفسي ايه المشكله يعني طالما انا وهي بنحب بعض ومتفاهمين وفرق السن مش عامل اي تاثير في التفاهم وطريقه التفكير والتواصل يبقى عادي من حقنا نتجوز ونعيش وده بيحصل بره عادي ما بيفرقش معاهم بقى فرق السن في الجواز ولا بتفرق مين فيهم كان مرتبط قبل كده ولا لا اللي بيفرق الحب والتفاهم وانا والانسانه اللي بحبها في بينا صله قرابه والعلاقه قويه جدا بين العيلتين او كانت علاقه قويه لحد ما حبينا بعض العلاقات بين العيلتين اتقطعت بس احنا ما تاثرناش ولسه بنحب بعض وعايزين نتجوز انا بحب قريبتي دي من زمان بس ما كنتش قادر اعمل حاجه لاكتر من سبب السبب الاول انها اكبر مني وزي ما انتوا عارفين البنات بتكبر بسرعه وفي الفتره اللي كنت لسه فيها في مرحله المراهقه ومفيش اي ملامح لمستقبلي لسه كانت هي عروسه بيتقدم لها عرسان والسبب الثاني ان انا زي ما قلت لكم قرايب اي نعم القرابه دي من بعيد بس برضو كنت خايف اخد اي خطوة تعكر العلاقات بين الاسرتين، كان هيتقال ساعتها ابنكم العيل بيعاكس بنتنا اللي اكبر منه، المهم البنت اللي طول عمري بحلم بيها واتمناها اتجوزت بس فضل صوت جوايا يقول لي انها مش هتكمل بعد ما شفت في ملامحها انها مش بتحب مش بتحب الحب اللي يخليها تكمل لحد ما عدت الايام وانا اتخرجت وبقى معايا شهادتي وبشتغل وبعافر ويشاء القدر ان الاحساس اللي كنت حاسه يحصل وتتطلق لما عرفت الخبر فكرت اروح اصارحها بحبي ليها من زمان وبعدين قررت ما اتسرعش قلت لازم الاول تشوفني بشكل مختلف شكل غير القديم لما كانت هي اكبر مني وانا بالنسبه لها حد صغير ولتاني مره يفاجئني القدر بمفاجأة حلوة وقابلها صدفة قبل ما قرر اعمل اي حاجة ولما شفتها شفت في عينيها لمعة بتقول ان في حاجة حصلت جواها حاجة بتقول انها دلوقتي مش شايفاني الشخص اللي اصغر منها اللي كان بالنسبة لها طفل زمان اتكلمنا واتقابلنا اتقابلنا بعدها كتير وبدأت تشوفني الراجل المسؤول اللي بتقابله وتخرج معاه وهي حاسه بالامان ولما بتفتح له قلبها وبتكلمه عن مشاكلها بتحس انها بتكلم راجل اكبر منها قادر يفهمها ويحتويها وانا كمان بدات احس انها بنتي وحبيبتي المتعلقه في رقبتي وكل واحد فينا صارح التاني بمشاعره والحمد لله مش بس كنا بنحب بعض كانت حاجه اكبر اكبر كده اكبر من الحب نفسه حلوه اوي يا وليد انا بقالي كتير ما سمعتش قصص حب ورومانسيه كده <applause> كنت قربت تنسى ان في ناس بتعرف تحب وتتحب من كتر المقاسي اللي بنشوفها هنا وبنعرضها هنا في البرنامج واللي بشوفها في الواقع طبعا زي ما انتم بتشوفوا معانا يعني بس يا ترى قصه الحب الحلوه دي هتكمل ولا هتروح على فين تعالوا نكمل في الاول تعبت جدا عشان اقنع اهلي انهم يوافقوا كانوا متضايقين جدا عشان هي اكبر مني بخمس سنين ومطلقه وانا ما سبقليش الجواز قبل كده قلت لهم عادي طالما بنحب بعض وانا بحبها وهي بتحبني ودي حياتنا احنا اللي هنعيشها مش انتوا وكله اسمه نصيب وفضلوا يعترضوا شويه ويوافقوا شويه لحد ما اقنعتهم طلعت لي مشكلة أكبر إن أهلها هم اللي بقوا معترضين على جوازنا ومش موافقين ولقينا نفسنا أنا وهي متورطين في حرب ملهاش أي داعي أصل البنت دي غنية جدا غنية لدرجة إن كل أهلها طمعانين فيها وفي فلوسها ولما حسوا إنها هتتجوز ومش هياخدوا منها حاجة بدأوا يعترضوا ويطلعوا القطط الفطسانة ويتلككوا على أي حاجة وأنا وهي طبعاً متدمرين الموضوع وصل لمساومة رخيصة لدرجة إن هي عرضت عليهم تديهم فلوس عشان يوافقوا ويسيبونا في حالنا من كتر ما هي بتحبني لكن هما عاوزين كل أملاكها وأهلها دايما بيضغطوا عليها ووافقت برضو لأنها شرياني من ضمن الأهل دول اللي عاملين مشاكل إخواتها البنات الاتنين اللي طمعانين فيها لانها اغنى منهم وكل شويه يتحججوا بحجه شكل عشان يبوظوا الجوازه زي مثلا ان هم عايزينها تقعد مع امها عشان هم مش فاضيين وحرضوا امها عليها لحد ما ضربتها وحبستها وخلوها رفضتني بالكذب وحاولت تفرق بينا امها اصلا ست ما تعرفش ربنا وكل الناس بتكرهها والفلوس والمنظره هم مبداها في الحياه ده غير انها ست ظالمه وقويه عكس بنتها خالص اللي عايزه تعيش معايا في حب وسلام وفي كمان بقى اخوها وده ملوش لازمه وتحت رجل امه تقول له يمين يروح يمين شمال يروح شمال وملوش اي دور في ازمه اخته واصعب حاجه دلوقتي بنمر بيها ان حبيبتي نفسها تخرج من البيت ومش عارفه بعد ما قعدوها من الشغل غصب عنها وهي زعلانه ومكسوره مش عشان الشغل هي كده كده معاها فلوس كتير ومش محتاجه تشتغل اصلا بس هي زعلانه عشان تحكماتهم يعني قعدوها من الشغل وكمان مش عايزينها تتجوز الشخص اللي بتحبه وبعد ما كانوا موافقين ومستنين ان ابويا يوافق على الموضوع خاصة انها اكبر مني ومطلقة واهلي كانوا خايفين من فكرة السن والحمل والعمر وبعد ما حاربت عيلتي لحد ما اقنعتهم دلوقتي بقيت بحارب عيلتها انا دلوقتي عايز اجابه هو مش في جوازات نجحت لواحد اتجوز واحده اكبر منه طيب لو انا وهي اتجوزنا رغم رفض اهالينا وحطيناهم قصاد الامر الواقع ده هيبقى تصرف صح انا بحبها قوي ومش فارق معايا السن ولا انها مطلقه ونفسي اتجوزها وهي كمان بتحبني قوي نعمل ايه؟ لحد هنا وخلصت رساله وليد انا مبسوطه قوي يا جماعه بالرجاله اللي بتبعت هنا في قصه حقيقيه، الرجاله بقت بتفضفض وتحكي وبيكتبوا قصص حلوه وبيحبوا ايه ده؟ خلصت الرساله على انا بحبها قوي ومش فارق معايا مش فارق معايا للسن ولا انها مطلقه ونفسي اتجوزها حقيقي حقيقي هي حكاية غريبة اللي عرفوا إن في مجتمعنا مجرد ما البنت بتطلق وبترجع بيت أبوها أهلها بيبقى نفسهم إن هي تتجوز تاني عشان يطمنوا عليها مش عشان حاجة بس حكاية وليد العكس هو بيحبها وهي بتحبه وأهلها اللي رافضين طب رافضين وليه؟ عشان معاها فلوس؟ طب هي اللي معاها فلوس وأهلها لأ طب إزاي؟ طب الفلوس دي أكيد مش تبقى ورث يعني قعدت افكر كده مع نفسي طب جابتها منين عشان تبقى اغنى من اخواتها ومامتها واخوها طب بعدين ما هي عرضت عليهم ان هي تديهم فلوس عشان يسيبوها في حالها طب هو في كده عرضت عليهم العرض ده ليه وبرضه رفضوا طب معقول ان هم يحبسوها في البيت ويمنعوها تروح الشغل يعني لو هو في العشرينات تبقى هي في اواخر العشرينات صح لسه بيتعمل كده مع بناته وبيقعدوا عادي طب يا ترى وليد هيعمل ايه يتجوزها من ورا اهلها ويحطهم قدام الامر الواقع ولا ينسي حكايه الحب دي ويشوف حاله اهلهم اللي وافقوا واهلها ما وافقوش غريبه ها هنسمع اكتر وعندنا اسئله كتير هنحاول نجاوب عليها بس بعد الفاصل استنوني نستقبل حكاياتكم في برنامج قصة حقيقية أينما كنتم لو عندك قصة وعايز تتواصل معنا تقدر تبعت لنا قصتك مكتوبة أو متسجلة أو متصورة على منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتقدر تبعت قصتك واتساب أو تليجرام على رقم البرنامج ولو عايز تخفي اسمك وهويتك تقدر تبعت لنا على الرابط ده اللي بيضمن لك سريه معلوماتك الشخصيه حتى عن اللي هيستقبل رسالتك. قصتك هي برنامجنا، المهم تكون قصه حقيقيه. قصه النهارده قصه حب، مش بنلاقي كتير زيها في قصه حقيقيه. بطلها وليد اللي بيحب بنت قريبته من وهو صغير وعشان هي اكبر منه بخمس سنين ما قدرش يصارحها بحبه وقرر يكتم مشاعره لحد ما هي اتجوزت وتروح الايام ووليد يتخرج ويشتغل ويعرف بالصدفه ان اللي بيحبها اتطلقت وبالصدفه يقابلها ويتكلموا ويعترفوا الاتنين لبعض بانهم بيحبوا بعض وانهم لازم يكونوا مع بعض اتكلم وليد مع اهله رفضوا في الاول رفضوا في اول الموضوع قال لهم انا بحبها وهي بتحبني ومش فارق معايا موضوع السن ولا انها مطلقه وقدر يقنعهم بس دلوقتي بتواجهوا مشكله اكبر اهلها هي وليد بيقول انهم رافضين انه يتجوزها عشان طمعانين في فلوسها وانهم ضربوها ومنعوها تروح الشغل او تنزل من البيت عشان الموضوع ده ما يكملش ودلوقتي وليد وحبيبته بيفكروا يتجوزوا من ورا الاهل ويحطوهم قصاد الامر الواقع وعشان كده منورانا ومشرفانا النهارده اكرام خليل استشاري العلاقات الاسريه عشان نقول لوليد يعمل ايه. منوراني يا اكرام بنورك يا حبيل. آه اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام ده حب حقيقي اللي احنا سمعناه النهارده في القصه؟ ما نقدرش نحكم ان حب حقيقي من خلال رساله هو بعتها ان احنا احنا نقدر نقول مقاييس تبين او زي ايه الحب الحقيقي؟ حب الحقيقي بصي في حاجه اسمها استلطاف ما نقدر نحكم اعجاب التلط... اعجاب او استلطاف او اعجاب او ان انا اتشد لحد دي ما اسموش حب هي دي بتاعت لمعه العين اللي قال عليها لمعه العين انا حاجه بقى عجبتني انا لما شفت ده اعجاب ده اسمه اعجاب ممكن تشوفي عينك تلمع على فكره تشوفي مطبخ عينك تلمع تشوفي راجل عيني تلمع <تصفيق> عجبك ستايل <applause> كل واحد في مخه او او في خياله الهيرو بتاع القصه بتاعته ان كانت ست او راجل البيت. فتاه احلامه فلما عنده شويه مواصفات فلما بيشوفها فرق يعني المير. اللي هو الفارس اللي بيقولوا عليه اللي جايب فانيلا بيضاء آه وبرضو عنده <تصفيق> نفس <تصفيق> الفكره الراجل عنده شويه مواصفات شكليه البنت يبقى عينيها ايه وشكلها <applause> ايه سمراء إيه يعني متاكده ان كل واحد مننا عايش هيرو في قصته يعني انا انا المفروض اشوف هيرو عشان ابقى عايزه واحد زي ده اللي انا بتخيله هو كل واحد عنده صوره بدون ما يضرب ايه بقى؟ حاططها في راسه كده ولو هو ده يبقى هو ده الحب قليلين قوي اللي نضجوا وفهموا انه الحب الحقيقي مش بالشكل مش بان يبقى في بنت تقول لك انا اصلي هو بصراحه ما شفتهوش قوي ومعدي كده قدامي اتشديت لي ريحه ولا شكله ولا عضلاته ولا ساعته ولا دراعه لا 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 يا خرابي فظيع لا لا مش فيك قصه تحبه ما حصلتش أيوه هو معدي كده ليه طليته ايوه طليته هتعمل لك ايه؟ يعني انت ازاي؟ الشكل عامل ازاي؟ الحب هو هو وصال نفسي توافق نفسي وروحي وجسدي توافق طب ما هو حاسس ان في توافق بينه التوافق بينهم ده و... بيبان حقيقته يبين. اول ما الثلاث شهور او الثلاث شهور وست شهور الاولانيين من التعامل اللي هنسميهم شهر العسل شهر العسل العلاقه ان انا أقعد... ايه ده ده احلى شهور اه مش اللي في كان فيهم النكد ولا ما تخرجيش من لا لا لا, في... لا ما في... تقوليش كده في شهور الاولانيه احنا مش بنقدر آه. نحكم الحب ده حقيقي ولا غير ما بنعدي وقت مع إن بعض ما بتوع ما تلبسيش ما تخرجيش ما تعمليش آه لا اول ثلاث ست شهور قوي ونبقى احنا انا وهو اكلتي اكلت اه لا وصلتي آه إذا ما انت إذا اللي موصلني ده لو صار... وصلتي إذا ايه ده انا ممكن تطمنيني اول ما توصلي ليه اه امتى بقى يبان لما يكون في خلاف <applause> ايه بقى الخلاف دايما بي بي بيظهر الاخر الوقت عايزه اقول دايما الكلمه لكل اللي بيسمعونا يا سالي الوقت هو جهاز كشف الكذب للعلاقات والمشاعر يعني المفروض نقعد قد ايه عارفين زمان كانوا يجيبوا لك في الافلام انه قاعد كده وفي حاجات انا عايزه اقول الوقت الوقت والمعاملة يعني نقعد قد ايه يا اكرام بصي حسب اصل في ناس ممكن يقعدوا ثلاث شهور ما يشوفوش بعض غير ثلاث مرات وفي ناس في الثلاث شهور يشوفوا بعض كل يوم هي قد ايه في المعامله والاحتكاكات يعني لو حد قعد ثلاث شهور يشوف حد كل يوم يشوفه يشوفه, يشوفه في شغله يشوفه مع اصحابه يشوفه مع عيلته يبقى في تواصل بينا بنعرف نشوف بعض في الدوائر كتيره انا ما اخدش دايره واجري واقول ده حب طب يعني ايه بنبان من في الخلاف قصدك يعني اذا خاصه ما فجر انه ان انا اكون مثلا بتكلم مع حد و... واحنا بنحب بعض جدا واول مقلب قلبتي وحشه اه بصي يعني انا عايز يلاقي مثلا شتيمه لا قدر الله مثلا يلاقي عايزه اقول لهم اقول لك خبر انا إيه؟ وانتي وانت لينا عمرين عمر زمني؟, زمني وعمر هتقولي لي ايه الاجابه دي انت بسالك سؤال بتجاوبيني اجابه حلاوه روح لا في لينا عمرين عمر زمني وعمر جسدي انا 30 40 50 ده عمر الجسدي العمر النفسي ده عمر وجداني العمر الوجداني بيظهر في الاختلاف ان في ناس عمرها 40 سنه وهي طفله وجدانية او رضيعه وجدانية لا وفي... ده, كلام ما بياكلش عيش لو انا هتكلم حقيقة... بقى عن المجتمع بقى يعني جدته قاعده ولا امه قاعده فاضل لها كام سنه وما تخلفش انت انت لسه شباب دي ما احنا كنا عايزين واحده بنت بنوت ولسه ما اتجوزتش انت تعمل في نفسك كده ليه انت مش اول انت مش اول كل اكسبيرينس واول كل حاجه حلوه معاها يا عم لا روح ايه روح ثلاث سنين ولا اربع أنا اعمل ايه بروح انا عايزه اقول لك ان الاهل للاسف تدخلاتهم الشديده بيبوظوا بيوت كتيرة ده جدا ده مجتمعنا على فكرة ليه مطلقة تاخد واحد لسه ما اتجوزش قبل كده؟ آه وليه وليه ما نقولش ان المطلقة دي مرت بخبرة هتبقى انضج بكتير من البنت اللي هي ما مرتش بخبرة وعرفت يعني ايه جواز فلما تيجي تختار مرة تانية هتعرف تختار صح انا بقول دي دي وجهة نظر وممكن تكون المطلقة دي هل المطلقة ان انا فشلت في حاجة معنى كده يبقى خلاص يبقى الحياة انتهت؟ نفسي اقول لكل ماماهايا او ممهات. ايوه <applause> <applause> <بيسمعوني. تصفيق> بس الحربوقات بس <applause> لو ايه. بنتك دي. مرت بكده زي ما انت بتحطي ميزان حطي ميزان لبنتك برضو لو بنتك مرت ان اتظلمت خدت شخص صعب هي ليه اتطلقت هل اتطلقت عشان هي كانت ست تافهه ومش فاضيه غير بديكير ومانيكير ومش فاضيه لبيتها وبعملش حاجه ولا هي مرت بتجربه صعبه عيله وايه موسيمه واول جوازه ليها وبنت صغيره وهيربيها زي ما هو عايز ولعلمك هتكبر وتخلف ولسه قدامها طول العمر وهتفضل شباب كده في نظره وفي عينه انا عايزه اقول لك دايما المفاهيم دي هي بوظت كتيره احنا وعارفه ما... بيطلع ايه في الاخر يا اكرم مش هتصدقي يعني انا شفت نماذج كده آه. يعني مثلا ممكن يبقى قاعد ل 40 سنه ما اتجوزش متجوز عرفي في السر واهله ما يعرفوش بس لما يجي هو يقول لهم انا عايز اتجوز واحده مطلقه يبقى لا طب انتوا عارفين ابنكم كان متجوز ولا لا لا ما يعرفوه آه. هيك تقولي طب ما لا ما يعرفوش ما يعرفوش وفي نفس الوقت احنا بنعيش عشان الناس الشباب دلوقتي والناس الرجاله والستات بعي... بنعيش في جوازات عشان المجتمع بعيش علشان ماما وبابا ايه ما بعيش لنفسي والنهارده بقول لكل لازم تسمعي برضو يا اكرام اللي حواليك حلو اسمع فنسانة. بس لما اهلي على واحد لا خلي بالك هو لازم هم عمرهم ما كانوا غلط انا بقى اكتشفت كده يعني على كبر اهو بعد ما كبرت عمرهم ما كانوا في كلام في, كلام, حاجة في كلام الأهل المنطقي مثلا في, في حسب نضج أهلي ما ممكن أهلي بيفكروا في فلوس بس يبقى هم صح نا. ممكن يكون اهلي بيفكروا يجوزوني واحد واحد معاه عنده 60 سنه وانا عمري صغير عشان هو غني او بالشكل او يعني بالشكل أنا اه أو, او ابن بشكل. سلطح فلطح باشا آه. عشان دي انا من آه. عيله صلطه لا انا الاهل بقول انه لازم يكون كلامهم منطقي ومقنع وعشان كده بنحط زي دستور للجواز طب تعين نشوف بقى الدستور اللي حصل في العيله دي شايفه ان دول ايه يعني رفضوا ليه يعني ايه هي اغنى من هم اغنى منهم ف انا مش فاهمه حاجه يعني هي ده ورث تفتكري هي خدت مثلا ورث انا برضو لما جينا نسال اكيد لا لان هما هو معهمش فلوس هما هي... كمان ده هي اللي دي طالعه من جوازتها الاولى ان هي قالت يعني هي اه ممكن يكون ده ال... النفقه بتاعتها ممكن تكون دي فلوس طلعت من ذهب اخدته عشان كده بقت غنيه ان هي بدل اخواتها مش بنفس المستوى مامتها يبقى هي اشتغلت ونجحت طب اكرام ما يبقاش هو كمان طمعان فيها؟ ممكن هو ما يكونش عارف كده بس هو قال كم حته في كم جمله في الرساله دي والله العظيم وانا بذاكر قلت اكرام هتطلعهم قولي قال ان هو من زمان بيحبها قوي من ايام المراهقه فدي م. حب المراهقه بتاعته م. ودي حاجه ما تبسطنيش قوي على فكره جدع كنت يعني عارفة انا اسفه جدا. جدا انا ما تبسطنيش ليه بقى ان هو م. عنده مشاعر المراهقه هو انا شفتها لقيت لمعه في عينيها وشافتني راجل يعني هي كانت الاول شايفاك عيل يعني, <applause> يعني كان أسفة انا كان عندك جدا. يعني 10 سنين و 15 سنه انا انا في عامه بقى. يعني انا معنى كده انك انت ممكن لازم تراجع مشاعرك هل دي حب المراهقه الحق لسه جواك انا عشان كده بقول لك في بدايه من شويه قلت لك احنا لينا اعمار وجدانيه فممكن يكون هو لسه واقف عند المراهقه في عمره يعني عمره وجداني واقف عند المراقبه لسه ما بتقولي عليها هي عشان هي اكبر منه فبتقولي حلاوه روح زي ما بيقول لا احنا ساعات بنقف عمريا عند مرحله ما, بن... بننضجش مم. فهو ممكن يكون واقف مرحلته عند المراهقه ومشاعره كده بعد ما, ما يتجوز ما, ما هو اختار حب عمره قريت تاني في الرساله برضه وقفتي يعني اه وقفت كمان حته انه كرر مرتين حبيبه قلبي <applause> كرر مرتين اصلا معاها فلوس اصل معاها فلوس انت مش واخد بالك انك انت عامل ليها أه وقالت خدوا فيه. كل الفلوس اللي تبقى معايا وشرياني هنقول افتراضين يا سالي اول افتراض ان هو فارق معاه ان هي اختارته رغم ان هي ان هو اقل منها ماديا فهو فرحان مع ان الرجاله ما بتنبسطش بكده يعني الاسوية نفسيا بيتضايقوا قوي انه الست ان هو بيحب الست برجولته وهو بيصرف عنها وهو آه طيب. مسؤول عنها فبيسيب اضطراب وخوف ممكن تكون مثلا انه هي أم شايفه ان هي لما تكون اغنى منه في الحته دي انه هي كده بت بت بتعوض حاجه ثانيه هي مش قادره تديها له؟ ما نقدرش نحكم عشان احنا ما شفناهاش لكن في ناس بتعمل كده في بعض الشخصيات بتحس انه انا عشان احبك افرض سيطرتي عليكي مم. فهديكي فلوس بس كوني معايا او انا هعوضك عشان انا حاسه ان انا قليله مم. مع اني انا لو مكانها ما احسش ان انا قليله طب في حته ثانيه برضه انت شفتيها في رساله برضه بعد كده عايزاكي سؤال مهم جدا بعده خدتيش بالك ان هو كرر مرتين برضو مع انها مطلقه واكبر مني بخمس سنين مع انها مطلقه واكبر مني بخمس سنين بص انها مطلقه دي كررها كتير اوي واهلي شايفينها مطلقه 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 كفايه <applause> اهلي وافقوا وانا بقى بقول لك كده عشان الوقت لازم يعمل خلاف ايه فممكن بعد الجواز هي تختلف معاه فيجي يقول لها ايه مش كويس ان انا اخدتك وانتي مطلقه ده انتي اكبر مني عشان كده بقول ليهم ده انت ارض بور انت لازم نقول انت فعلا واخدها علشان انت عارفه الحب معناه ايه يساوي كنت ايه لسه بس فين بتاع زمان ده بيدوب كل الفروق وكلها معاك بدقه وسونا يا سونسون جيت لك اهو <applause> لا لا فين معقول بس انت الحب. لا انت بصي انت الحب... فاكره <applause> انت جايه تشوهي الحب انت 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 بصي انت تعقدشي وجايه تعقدشي الحب في حب حقيقي فعلا بس الحب لا ده اللي بيعيش يا حبيبي لا لا الحب يعني محمد بيقول انا عايزه حب بجد يعني ايه الحب زي المبنى اللي احنا قاعدين فيه ده مبني على ايه؟ ايوه على اساسيات تفاهم نضج نفسي طب ما عندهم كده كل ده اكرام انت ليه بتقولي ان ده مش حب؟ طب ما هم متوافقين يعني ايه التوافق؟ التوافق ده بقى ليه حاجة كل واحد حسب نظرته للتوافق قولي لي حسب أنت حسب ال 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 التوافق النفسي, النفسي التوافق النفسي يعني ايه لازم اكتب كل واحد يبقى عنده ورقه انا ايه نقط ضعفي وايه نقط قوتي احنا نكمل بعض انا ممكن اخد شخص احبه لكن هو يكون مختلف عني تماما لما نيجي اقول لك هو دايما اوبوزيت اتغير أتراكس. في لحظه لا بيقول لك اوبوزيت اتراكس انا اخد واحده عكسي يعني انا عصبيه اخد واحد عصبي فنولع في بعض لا انا مثلا هادي اخد واحد هادي فايه ممكن الدنيا... أعمل, حاجه قدام الكاميرا شايفين أوه. الايدين مختلفين بس احنا بنم... لما احط ايدي كده بيملى الفراغات بقى. انا باخد شخص بيكمل فراغاتي بيكملني. بس احنا متشابهين متشابهين على حاجات اساسيه ايه بقى بنحب يعني مثلاً زي بعض آه ممكن على فكره دي حاجه انت فيها دي حاجه مهمه السينما بأكل آه. انا باكل في قصه أت... او ان بما قصه حقيقيه انا هقول قصه ان في واحد شخص بيحب السهر وبيحب الخروج وبيحب الحياه وواحده آه ما بتحبش الحياه خالص ما بتخرجش وما بتحبش وتقعد آه في البيت. خدها في يخت آه يلا كتاب نخرج لا انا مش عايزه اخرج طب هما مختلفين انا بحب المزيكا هي يعني ما بتحبش المزيكا فلما نيجي في محاكاه الحياه يعني في الطباع مش لازم نبقى شبه بعض اهتمامات الانترست على قل بعض. انه نبقى عندنا ارضيه مع بعض حلو ده بحب السفر وبيحب السفر بحب وبيحب عندنا شغل. حاجات مشتركه انه ده اللي بيولد الحب المشاعر بتتغير <applause> لو انا ما عنديش حاجه طول الوقت بتبقى بتجذبنا مع بعض صداقتنا ومتفاهمين انت تسافري سفريه يا سالي معلش مع واحده <applause> متفاهمه معاكي ومهما كنتي رايحه بلد جميله جدا في العالم ولا تسافري مع واحده مختلفه ما تبقوش عارفين تقعدوا مع بعض في اوضه واحده طب <applause> انا انا بصي يقول لك ايه بيقول لك عرفت صاحبك اه سافرت معاه لا إيه ما تعرفوش انا صرت صاحبه السفر جيت على الجرح انا اه والله جيت على المايز ازاي إيه السفر اعرف السفر بيتعرف بقى ستي عايزه تسافر بعد الحلقه <تسجيل> <جل forbidden. تسجيل> دي قلتي احكي لك احكي لك عملوا فيا ايه يا كرام اصل بتسافري اللي عايزه تروح <تسجيل> تنزل تنزل بنتها البول الساعه 7 الصبح اخلاق مصيفين الثانيه اللي عايزه تنام شويه عشان هتسهر بالليل الثالثه عايزه تخرج مع خطيبها طب, طب, انا مين يهتم بيا يبقى انت لازم تاخدي حد معاكي في الرحله شبهك بيفكر بنفس الطريقه احنا بنحب انتخ هو بيحب انتخ زيي احنا بنحب نعمل ضمن الحاجات التوافق في الهوايات التوافق النفسي خلافاتنا يعني ممكن يكون نقطه ضعفه هي نقطه قوه ليه طب واحنا ليه بنخاف من السن عشان عندنا حاجه في الستات انا هقول لك حاجه قول الحقيقه بقى انا عايزه بصي مش مش عايزه كلام إعلامي. عايزه لا, لا 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 حقيقة. كلام الحقيقه الستات الامهات بيفكروا دي هتبقى حامل امتى سوري آه سن بالبلدي كده اصل خلاص قربت سن الياس يا ابله بالنسبه لهم بيقولوا لا انا ياس من زمان هو اسمعي الكلام ده وحضرتك لو فاكره انه بيقولوا خمسين جمله في صعبه قوي <applause> وبقول لهم ارجوكم إيه يعني ايه تقولي الواحده ان الطبيعي دي اسمها بس هي ممكن تبدا في ناس عندهم 60 سنه بداوا بره مصر يعيشوا حياتهم احنا بنحكم انه ان طبيعه الجسم الست بتتغير يبقى انا عشان مش هخلف يبقى دخلت ياس طيب. يعني ما عندهاش مشاعر ويبقى خلاص وبنحكم احترمي سنك وجسمك. احترمي ده لكن كاننا بنتجوز ارانب يعني منتظرينهم يخلفوا فقط طب لو انا قلت لك هنتكلم علميا ونفسيا ممكن واحده تتجوز واحد اصغر منها مثلا ب 15 سنه؟ او 20 سنه انا مش بقتنع بالفروق الطويله قوي مقتنعه لغايه كام بصي ما مقدار لكن بقدر اقول جمله مقياس مهم جدا انا الشخص الاخر نضجه ونضجنا والمجتمع اللي حوالينا ممكن يكون الاتنين حلوين او تاخدوا 20 سنه يبداوا طول الوقت هي بتتجرح وتحس بصغر النفس والجوازه هتفشل مع بسبب لا لو لقيت اهلك مثلا يجي يقول لك الواد اللي قد ابنك عامل ايه؟ آه الواد اللي, اللي انت, صعب قوي. انت ده صعب ده انت صعب قوي عاجبك اللي انا, أنا هتكلم مش عايزه اقول انا انا كاكرام بقول انا كاكرام ده رايي انا وليست راي العلم انا بقول انا كاكرام انا مقتنع كاكرام خليل قدامك انه انا الست او الراجل ربنا مهم قوي الست تحس ان ان جوزها اكبر منها فكريا عشان هو تحتوي او تسيبه يقود ممكن يبقى ابني اللي انا ربيته شايفاه احلى حاجه في الدنيا ممكن يبقى في فرق اللي انا ما خلفتوش وشايفاه راجل ما ينفعش الجوز واحد لا في دورين اوعي تفتكري ان دور الام الزوجه غير الام لو انا بتجوز احساسي انه ابني وعاجبني وهو وانا شايفاه اصغر وانا هحتويه يبقى آه. احنا هنا دي علاقه اعتماديه سامه الراجل بيحب ان الست تبقى امه على فكره انا اقول لك حاجه انه جزء منها هيبجلك والله يا اكرام ولا يبهدلك ولا يفكر حاجه لو شافك كبير وقيمتك حلوه وشايفك ان انت كل حاجه مش واحده يا يعني شايفك بنته وامه قبل اي حاجه فبيحترمك وب... وشايفك زوجه بي... لازم يبقى في شايفك زوجه ما طبعا لكن ما في ها... ازواج يا ساني ساني عامل... عامل دوري لا لا كزوجة. في ازواج وزوجات بيلعبوا الدور ده وبيلغوا التاني لحد بعد علاقة. سنين لا ولا 10 سنين فرق بص في في حالات نجحت لغايه 10 سنين وشفناها وناجحه جدا لكن اكتر من كده بحس انه لا تفاوت رهيب يعني 10 سنين ممكن يبقى بس بيقول لك دايما لو هو لسه ما عداش الثلاثينات بلاش انا بقول انا انا مثلا مقتنعه جدا ان هو لو هي 40 هو هي 50 وهو 40 لا لو هو هي عدل. لو هي 35 وهو مثلا 25 26 آه دي ممكن مقبوله على فكره مقبوله اني لسه مقبلوش. بالنسبه <تصفيق> <تصفيق> مقبوله بقول <applause> لك على الكاميرا هو ما قبلوش قال لك لا ليه عشان في يوم من الايام هتبقي انت عندك 45 و35 ومن حقه يعيش حياته وحرام تظلميه معاكي وحرام تبهدليه و... ما تظلميش انسان هو بس من حقه بس ممكن يكون هاي. في شخصيه في شخصيه آآ آآ آه ناضجه قوي شكلها اصغر في ناس اشكالهم وعندها طاقه بتحافظ على جسمها وبتحافظ على حيويتها وبتلعب رياضه في ناس بنشوفهم مش ان هي هتبقى فاري هتبقى بجد مسؤوليه كبيره قوي هي هي يعني انا ناقصاك ولا ناقصه ان انا افضل قاعده مضغوطه ناقصه العيال ومش عايزه ادمرك معايا خلاص بصي انا بقول مقياس الجواز مبني على حاجتين انا لما احس ان الشخص اللي قدامي انضج مني مهم قوي كست احس كانثى ان اللي قدامي هو بيقودني مسيطر عليا مش يسيطر في فرق هو يقودني يودي له القياده عشان مقتنع بتفكيره من السيطره مم. السيطره يعني والحب هو ما بيجيش هو الليدر هو الليدر على فكره لو انا عايزه اسيطر على حد السيطره الحقيقيه في فرق بين السيطره والخنوع مم. انا لما كلمه سيطره يعني الست اللي قدامي هتخنع الجواز مبني على الخضوع الخضوع يعني ايه مم. انا بقرر كاكرام أني بحبك، أقول لك أنا موافقة أنك تقود سوق عربي. أنا وراك. أنا وراك. أنا اللي هخليك. ليه بقى؟ عشان شايفك إيه بقى كبير. شايفاك كبيري الشييف... وضهري يعني وسندي ورجلي لا انتي بتركبي عربيه مع سواق وشايفاه بيسوق كويس بتخبطي يعني انك ممكن تنامي ليه عشان انتي مقتنعه بيعرف في سوق م. لو انتي مش مقتنعه لو بيسوق هتو بيطول الطريق ماسكه على من شنجه لو سمحت خلي بالك ارجوك من فضلك ليه إنه انتي مش مقتنعه بيه عشان كده بقول فرق الاعمار لما انا احس ان انا اكبر منه ب 15 سنه فانا شفت في الدنيا اكتر منه اصلا انا شفت اكتر منه الحياه فايجي حبيبي اصلا انا مريت ما تريح يا حماده عشان اخد القرار ليه بقى احس ان انا مريت ان في خبرات فعلا بتتشكل <applause> في الحياه لو انت بتحبيها يا اكرام حتى هتعامليه زي ولادك ما انت بتبقي فاهمه عن ولادك بس لما تيجي تتكلمي في فرق بين الزوجه والام مش الزوجه بتبقى كل حاجه لا الزوجه بتبقى في جزء أم منها في جزء وصديقه فيه انا جزء حماده صاحبه ماشي في جزء منه انا ببقى زي الام بهتم بيه باكله بشربه لكن انا زوجه لما انا اخد دور الام الام ما بتقبلش قياده ولادها ليها لما يجي يقول أنت, هت... انت غلط انت غلط تقول انت انت ابني ازاي تكلمني كده <applause> انت هتخضع لي مش انا اللي لك لو انا هلعب دور الام لا الراجل لما يتلقى مراته دايما ام ممكن تبقى الام الحنينه يا خلي بالك احنا عمالين وز... نتكلم كل ده انا عايزه اقول لك احنا عمالين نفتح لهم سكك يعني هم زمانهم قاعدين هم زمانهم قاعدين دماغهم بتودي وتجيب بنقول لهم نماذج وبنقول لهم موجود كذا وموجود كذا احنا ما بنقولش يعملوا ايه لسه ما قلناش سالي ربنا خلق المناخير والعينين كل حاجه لها وظيفه جزء من الزوجة ان يبقى عندها جزء حنين بتعامل جوزها بحنية بس هي مش ام الام لي ملامح تانية م. الام ابنها يخضع لها الام تزعق في ابنها لما يغلط الام تقول له صح وغلط بقى ام ماما م. انت فاهمه ماما مهما غلط فيها هي ملهاش حقوق ان طبيعه الام الزوجه جزء منها بتقدم له الحب بطريقه الام الشيك لكن هي زوجه الزوجه دورها ايه م. دورها تاخد وتدي في دور الام بتدي من غير ما تاخد آه. الجواز بينج آه طيب بونج بالحضر. صح لو انا دايما العلاقه مبنيه ان انا اخد بس يبقى كده علاقه مسيئه طب اهله لما رفضوا في الاول مش كان عندهم حق يا هم عندهم حق بوجهه نظرهم ان الخمس سنين لو هم رافضين بس عشان مطلقه اقول ما عندهمش حق ان في مطلقات بيبنوا بيوت تانية وحلوين لا بس برضه وانا ليه ابني يبقى اول فرحته واحده مطلقه ومين قال اقول لك حاجه ممكن اقول حاجه ممكن تعتبروها خارجه شويه إيه؟ هو ايه فكره المطلقه ممكن اقول ايه لاسباب الرفض انه اتلمست من راجل قبل كده فبنحس ان عيب او مرت بجوازه تانية ما في بنات باينين ان هم مؤدبات جدا انا اسفه جدا عزيزي المستمع وبنسمع عن عاملين متجوزين عرفي من تحت الترابيزه في الجامعات وييجوا قدام اهل العريس يبقى قاعدين عاملين كده بس الحمد لله انا عمري ما خرجت مع قلبي حد كده على الفيسبوك قال لك وافتكر ان انا خرجت مع أه؟ حد افتكر ان انا العفيفه اللي اختارتها له مامته وما يعرفش ان انا ربوكو. كنت حبيبه واحد تاني في يوم من الايام وممكن عمل فيا زي ما هو عمل في بنات الناس سبحان احنا فاهم بلاش يا إيه جماعه ندور بالطريقه دي دوروا عليها اخبار بس غصب عنك إيه بترجعي تقولي ايه, عايزه حد يبقى زيك يعني غصب عننا مهما احنا قلنا ان احنا اوبن مايندد او متفتحين او بنفكر بطريقه بره الصندوق او بنحاول احنا نفكر بطريقه احلى هتقولي ايه طب ما هو يا ابني هي اتجوزت قبل كده يعني هي جربت ان هي مثلا تلبس فستان فرح انت ما لبستش البدله هي عادي ان نشوف فرحها تاني جربت ان هي مش عارفه تسافر هاني مون انت عمرك يا ابني ما سافرت هاني مون جربت ان مش عارفه يبقى ليها بيت وتعيش مع راجل انت عمرك ما عشت مع واحده ست. آه حلو الكلام ده بس يا ماما انا ممكن ارد مكان الولد اقول لها بس يا ماما انا شايف فيها اللي بدور عليها. انا شايف عقلها وشايف فهمها وانا هبقى سعيد معاها لو هو متاكد ان هي الزوجه المناسبه اللي هترعاه وهتحافظ عليه وهيقدروا يبنوا بيت صح هيقول لها طب والمشكله ما انا جربت برضو علاقات وفشلت فيها اكيد هو ما كانش ملاك ما ودخل وخرج وطلع و... وحضن وقال كلام ده وممكن يكون عكك الدنيا طبعا. معلش لما مواظبه يعني سؤال. اه اتفضلي انت قلتي بصيت لي ازاي بس اعمل فيك ايه مستمتعه لو فيكي كده يقول لك ايه بقى يا ست اكرام قال لك كده بعدي عني فاهمه يقول لك ايه طلع من <applause> يا عيانه وحدش يضايقني قولي اجي جنبك يا اكرام انا اسال قولي يا جماعه انت اللي قلتي واخدو من كلامك انت قلتي انا على مطلقه مش موافقه لكن على السن موافقه السن ليه وقفتي عنده كتير كده يا اكرام؟ السن يا جماعه في في قصص كتيره قوي انا ضد انا لغايه السنه اللي فاتت كنت ضد ابدا ان حد يتجوز حد اكبر منه بسنه انا مم. مش ع... ما... الكلام ده ما يتاخدش <applause> انا بقوله بس انا مقتنعه ان في قصص سنتين من إيه بعد, بعد ما عديتي ال 40 لا لا, لا مش انا انا عن نفسي انا بحب اخد اكبر انا يعني انا عن نفسي مبدئي ده بقول انا كده بس حبيتي واحد اصغر لا آآ آآ بصي كلمه انا بقول الخبره احنا عندنا الاصغر ده لكن الارقام الكبيره في قصص حقيقيه بتبقى في 3 4 سنين سنتين ونجحت لكن ال 10 سنين و 15 سنه دي انا انا مش طب لو أخدت اكبر مني ب 11 سنه لا اكبر مني لا. هو يبقى اكبر راجل اكبر لا هو راجل اكبر انا مقتنعه ب 11 سنه لا اقول لك حاجه وممكن 12 وده لكن يكون حسب إيه يعني انت مش وافقه عيني على الولد الاصغر لا من 5 سنين ممكن بس افهمك فرق السن حاليا بيبقى فارق في حاجات تانيه كتير قوي إيمان. يعني في قصه فيها عشر سنين بس هو الشخص ده آه صحيا كويس نفسيا كويس آه قادر آه يكون ناضج شباب القلب في واحد 25 سنه وعجوز من جوه مم. عجوز عجوز من جوه هو اصلا جواه تحسيه 100 سنه وفي شخص تاني تلقيه لسه الحياه ما هو ده بتفرق من شخص لشخص. في قصتنا الشخطة. بايه؟ الابطال ايه؟ قصتنا في الابطال انا مش شايفه ان اقدر نحكم عليها في برنامجنا لعده اسباب ان هو اي الكلام يخليني انا اشك في اختياره ولا في هو شخصيا في هو شخصيا وفي اختياره ولا في مين اللي اكل الجيب عمتك شخصيا ليه, ليه بقى اولا هو آآ آآ مركز قوي ان هي في فروق كتيره الفروق دي انا عن نفسي تعمل لي قلق كواحده مستشاره بتكلم في الحته دي ان هي اغنى منه فدي حته بعد الجوازه هيتعب ايه المشكله لا الاغنى منه دايما بالراجل بيحس بالنقص ان هي بتمن عليه وممكن في خناقه بدون ما تقدر تقول له انا بصرف عليك ولا هو اللي يجي يقول لها انت حاسه بنفسك ان انت كتير عليا كتير عليا فطبعا ان احنا لازم نبقى متوازين دايما ان هي اغنى منه اكبر منه ومطلقة شايفه شايفه قنابل كتيره قوي في القصه فالقصه لو هي فيها ثلاث اربع حاجات محتاجين نهدى ومحتاجين هذا الشخص الاستاذ وليد يجي يعيد تفكيره في انه يدي مساحه من الوقت ما يركزوش مع مشاكل الاهل لكن يركزوا مع نفسهم البنت... كتير قوي الخلافات تاخدنا من الحقيقه يا سالي طب البنت فرحانه بيه ولا بتحبه ولا عايز تمشي من عند اهلها ولا ايه لان يعني السؤال اللي جاي بقى اخطر السؤال اللي انت بتقوليه بصي دايما بنقول ان الطلاقين من جوازات فشلت او اتطلقت بيبقى عندهم خلل نفسي الى ان يتم العلاج بجد اه طبعا يعني الطلاق بيسيب خلل نفسي هقول لك حاجه عايزاكم تبصوا معايا كده في الكاميرا الجواز بس هو التصاق انو 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 بصي طلق الجواز طلق ده هو اسمه خبرة. ايه التصاق مش قلتي عندها خبره وبتبقى اه خبره أحسن. بس لو اتشافت يعني لو اتطلقت لا قدر الله لازم اتعالج طبعا ممكن اقول تيست الصغير آه. ده من الكاميرا آه. اي اضاءه دي حاجتين التصقوا والجواز هو التصاق اتنين بيلتصقوا في كل حاجه نفسيا وكل حاجه الالتصاق ده بيبقى عامل زي اللزق لما نيجي نسيب بعض اللزقه دي ايه اللي بيحصل لها في حته مني هنا بتروح حته هنا مني بتروح عشان استعيد ده بعمل ترميم لقلبي ونفسيتي ولو احنا عندنا باك اب وعنده الطلاق بيسيب فراغ نفسي في حته بتروح مع الاخر ولو احنا عندنا باك اب لو انا كنت عارفه ان هو من الاول ناوي يغدر وانا كده او كده عامله حسابي ان انا هتطلق وان شاء الله ربنا يكرم بحد كويس شايفه ان في حد من بعيد ممكن يبقى كويس ما بصي لازم هو أب... كمان شايف ان هو حياته مش معايا كويسه وان هو مختار واحده ثانيه من ما ده غلط ان احنا اخترنا اصلا من البدايات ان انا يلا اخد لقب جوازه بتبان بتبان خلاص بتبقى انت أوقاتي في الفخ وقعتي في الفخ لكن لما اجي اطلع منها حتى لو انا عاملاه غلط في حاجه بتضيع مني في الجوازه دي في الاخر يعني, يعني بيقول لك على كدا... كل سنه جواز المفروض اخد شهر عشان اتعافى يعني على كل سنه مش شهر. ممكن في ناس تاخد سنين <applause> حسب الاذى اللي مريت بيه في الجواز بجد واي آه طلاق كده الطلاق او الجواز ده احنا حاسينه لعبه لكن هو بيكسر حته مننا وبياخد مننا حته احنا بنلتصق ويبقى فيه مشاعر مشاعر وعقله وعشره ووقته و... والست بتشوف نفسها في عين الرجل اللي قدامها وهو الح... مش سهل ولما نيجي نطلع يعني أسهل لو في عيال ولا ما فيهوش الاثنين صعبين ده صعب وده صعب في ناس بس اللي فيه عيال طبعا ان العيال هما اللي بيدفعوا الثمن مش هما بس اللي فيه عيال طبعا ثمن كبير لكن الثاني برضو صعب قوي ولا حسب لو التجريح. في عيال بحس ان انا حتى لو انا مربوطه بيه او اسمي اكلمك عشان خاطر العيال ان انا اكلمه وانا متجرحه منه عشان العيال ده شيء صعب قوي ودي تكلفه كبيره والعيال بيدفعوا ثمنها وانا بدفع ثمنها وصحتي بتدفع ثمنها بس هرجع اقول تاني اللي انا خارجه من طلاقه يعني انت رايك البنت دي اللي هي خارجه من طلاق دلوقتي محتاجه ترميم مش مؤهله ان هي لا ممكن ما ما هو ما قالش في الرساله ليها كام سنه ممكن مقالش. تكون طالعه من الاسبوع اللي فات من, من شهر تخيلي طالعه من شهر ممكن تكون دي علاقه بديله بتدور على المراهق اللي بيحبها طب هي يبقى احنا في, في مؤهلة مصيبه سودا داخلين آه تاني هي مؤهله مجي. او مش مؤهله في يعني ايه الاهل اللي وافقوا ان هي تساومهم على فلوس وبيقولها لا مش كفايه اللي انت قلتيه ده هاتي يعني اللي هو يعني هي موافقه ان هم يساوموها على فلوس عا هم بي... هم بي... بيساوموها وهي عايزة تديلهم وبعد كده تقعد تقول ايه لا ده الاماونت او الكميه اللي لنا دي مش كفايه احنا عايزين اكتر ايه الاهل دول وايه ايه البنت دي الاهل دول استغلاليين جدا وعلاقه إيه؟ سامه اوعي تفتكري العلاقات السامه او العلاقات الاستغلاليه او العلاقات الاعتماديه بنسميها في علم النفس آه دي علاقه بين راجل وست آه لا لل... آه بتبقى ساعات بين ام وابنت او ام وابن واخوات اني انا عايزه اخد من قدامي كل حاجه وامتلكه استغلك واستغلال البنت دي لازم تقول لا اتجوزت وليد او ما اتجوزتوش النهارده يا وليد لو انت بتسمعنا وأكيد هتسمعنا دي قصتك طيب. اقف جنبيها مش الموضوع في الجواز انها تح... تحمي نفسها تحمي نفسها دي حقي فلوسي وانا احطها في الوقت اللي انا اعمله م. ومش من حق حد ياخد ولازم نحمي ممكن الشخصيه دي المدام دي او الاستاذه اللي احنا مش عارفين ظروفها كلها يا حرام خارجه من طلاق يا حرام بتحب شخص هي شايفه ان كله بيشاور عليها كلها دي احاسيس صعبه تيجي نبص عليها هي الناس كلها هي مطلقه دي احساس مهين مش احسن ما يقول دي كانك كان وكبيره فإحس... هي بتتجرح <applause> يعني بدون ما مطلقة يعني هي مطلقه دي كبيره كبيره في السن وانتي و... و... ليكي لازمه بقاش خلاص مابقاش ليكي لازمه وخلاص وممكن ما تخلفيش احنا بيتقال كلمه حتى في السن دي كسره ال 30 كسر ال 40 تحس يعني ايه كسر يعني ايه يعني انا يعني انا أول قلت, قلت اول مره اسمعها كسر ال 30 موضوع السن ده انا نفسي قوي نغير منطق السن للبنات عارفين اغلب البنات بيتجوزوا جوازات بتودي في 60 ده هي ايه عشان ما تعديش ال 30 وتبقى عندنا وكاننا قاعدين عداد دلوقتي الوقت حان الوقت في بنت قالت لي انا هتجوز اي جوازه انا خلاص عيد ميلادي هكمل ال 30 يا خبر ابيض يا خبر ابيض آه. وانا عايزه اقول لها عيشي بكرامتك صح وانتي بيد اهلك اكتر ما تعيشي عمرك وانتي خدتي لقب متجوزه بتتكسري كل يوم يا جماعه الجواز رحله صعبه مش رحله سهله رحله لازم ادفع فيها تمن حتى لو كنت باخد اللي بحبه احنا فاهمين ان احنا طالعين واخدين شنطه مع بعض يلا طالعين رحله اه, آه. يلا هنزهق لا ده ده كيانين بيتحدوا مع بعض ده كيانين بيتحدوا مع بعض عشان كده بقول القصه بتاعه وليد النهارده معقده جدا انا اسفه ان انا بقول قصه كنت فاكره ان ان قرايك هتبقى غير خالص يا اكرام يعني لا. اول ما قالوا لي اكرام معاكي في القصه دي اتحمست جدا لا كنت عايزه اسمع رايك جدا يعني انا قصه قصه معقده ان في القصه دي معقده لعده اسباب مم. ان هو مش ذاكر الحاله الوجدانيه بتاعت اللي بيحبها مش ه... الظروف اتطلقت ليه عملت ايه فمش هنقدر نحكم حكم ما هو بيقول ما كانتش حبه الحب اللي... بس اتطلقت امتى هي اخبارها اتعالجت إيه ولا لسه عشان انت تختار صح يعني اي مطلقه لازم تتعالج لازم طبعا واي مطلقه على فكره بتكلم في مطلق ومطلقه مش بتكلم على ستة والراجل بس عشان محدش يسمعني يقول لك المطلقات لا والرجاله عايزين يتعالجوا لا أوه. والرجاله انا مم. في القصه احنا اتنين احنا بشر في المشاعر مفيش فرق بين الراجل والست على فكره فرق في استمات الراجل بيحس والست بتحس مم. احنا في لما أتوبيس يجي يخبطني ما يقولكش انت راجل هتحس ولا انتي انت ست انت ست هتستحملي آه يعني انتوا بتولدوا وبتاع فما انتوا انتوا لكن أخوه. احنا بشر البشر الانسانيه واحده لكن سماتنا في الشكل وسماتنا في السن ال... ده رفضه خالص انا موضوع السن ده انا عندي ده انا توقعت انت تقولي اخد واحد صغير عادي وهي تاخد واحد صغير بجد لا, لا لا, شبابي. لا لا ليه بقى على احس انا شباب مفيش مفيش من يوم ما شفتك انت يا كل أنا يوم لأ. في الجواز بعد كده بس واحد يكبرني وي... آه هرجع تاني اقول السن ملوش أه. دعوه بالعمر ممكن اخد واحد اصغر منه وعجوز من جوه لا انا اخده صغير وشباب وورور من جوه الورور ده الورور ده انا اعرف ناس عندهم 25 سنه تقعدي معاهم تحسي انك انت مالك يا حبيبي انت 70 سنه لا انا اخد طايش وقهوه كده نخرج مع بعض يا كده اخترنا الجواز على حته واحده هاخده ورور طب اخبار تفاهمه ايه معاكي اخبارها تسيبيه قود الحياه انت هتاخدي واحد اصغر منك هتقتنعي انه يختار لك صح ما انا في الجواز لازم نعرف شكل الجواز طيب اللي ربنا ممكن خلقه يبقى كبير وما بيعرفش يعني بقره. ايه جواز؟ تيجي تيجي نعمل آه... اقول حاجه أه؟ تحسم الموضوع والمشاهدين هم اللي يحكموا النهارده. نعمل دستور زي ما كل بلد ليها دستور، الدستور، مم. في دستور علمي طلع من الناس، علم النفس بيطلع من الناس، من خبره الناس. يعني من كل اللي بنشوف النظريات. كل آه. اللي بنشوفها. كل الخبرات اللي اتكتبت نظريات علم النفس بتقول واحد دستور الواحد ان لازم الست تشعر انها جزء من الكيان الراجل ده ان هو قائد انه ليدر عشان يبقى هي تقدر تعيش انوثتها وهو يقدر يعيش رجلته مم. لو هي ما بكده هو رجولته هتتهز وهيطين عشتها طبعا يبقى كده ايه خلل اتكرمي اتنين... يا بنتي ليه بالظبط <applause> الدستور الثاني اللي نقدر فيه يبقى فيه توافق في كل شيء توافق نفسي احنا شبه بعض عائلتنا بس قال انه عائلتنا شبه بعض امين أم توافق اجتماعي مادي ما فيش حد فينا قليل بي... من التاني توافق جسدي وعملي طيب هو بيقبض اكتر مني اه يقبض هو هو ان هو اللي يقبض في البيت ده مهم انا انا مقتنعه بجزء احنا الجواز الست بتشارك والراجل بيشارك لكن بفي... في البيت احنا دلوقتي أنا في زمن مصروف البيت اه يعني انا مقتنعه انا ما فيش حاجه اسمها مالي وانا مالي يا احنا في الظروف اللي احنا بنمر بيها الجواز شركه شركه مو... لما اكون عايزه اجيب لنفسي رفاهيات لكن انا ادفع في مصروف البيت يعني مثلا أدفع بحب أنا... انا بدفع بحب بالحب لكن بدفع على شان مش بدفع علشان هو داخل مش داخل, مش داخل... داخل... انا انا مش بالحب لا ما فيش حاجه اسمها كده افرض انا في بيتي محتاج دلوقتي نزل السوبر ماركت والميزانيه قلت عايش على قد ال2000 جنيه انت مديهم لي حبيبي خلاص بس انا معايا عشان هو معوش غير كده ما احرجوش بقى في... ما احرجوش وما اطلبش انا طلبات زياده بس بقى. انا بشتغل هو بشتغل ينفع انا هو نعمل مع بعض انا بشترك بجزء وانت بجزء ونعيش مع بعض هتبقي تجيبي له هديه لذيذه بعد كده يا اكرام تعالي احنا هنسافر انا عامله لك سفريه سربرايز لكن ابقى ملزومه ان انا ادفع في البيت زي زيك نو no. حسب اتفاقنا في الاول انا لو جه قال لي كده انا ما اعرفش هو مهم الست تحس ان جوزها هو بيرعاها ماديا وبيحس بيها وعايز يرعاها ماديا بس انا بقول الحياة الزوجية هي عهد وهي شراكة فانا لما بشوف جوزي في أزمة وانا فلوس لا لو فلوس. في ازمه ياخد كل اللي معايا لكن <applause> ما تبقيش مجبره لا في ازمه في كلمة مش مجبرة. لكن اهلك واهلي خلينا واقعيين معلش انا اسفه جدا لكن ما بقاش مجبره انا, أنا مختلفه معاكي في دي معلش خلينا واقعيين دلوقتي في ظل الشباب الموجودين دلوقتي وظل الاسعار العالميه مش في مصر العالم كله اسعار مختلفه يعني انت ودا. على فكره بالكلام اللي انت بتقوليه ده انه البنت دي لو هي فعلا غنيه كده اكرام هي ممكن اصلا تصرف على الجوازة كلها وممكن تصرف. لا علي تصرف على يوم. الجوازه كلها وهو بقى قاعد كده هو كده خلاص هتدفع بالنص هتوافقي آه تدفع بالنص في البيت؟ تدفع بالنص لما هو كمان يبقى هو ده الماكسيمم بتاعه مش عنده فلوس البنك وعشان انتي معاكي طلعتي شفتي بقى رجعتي لا انا ما رجعتش شفتي انا بقول حاجه دلوقتي بقى هي قواعد ما بقتش مفتوحه ظروفه انا ظروف اللي قدامي بس جايب جايب خلاص جاب ايه بقى جاب جاز لما اشوف ان هو فعلا لو هو معاه 10 جنيه هيصرفها عليا ولو معاه 1000 جنيه ولو معاه مش هيصرف عليا هو مش بقديك كل انا بشكرك انا انا معاكي في ده بس لكن مش معنى يعني انا في رجاله بحس ايه زي ما انا هدفع ادفع لا دي غلط اه لو احنا بريدستاين. لكن لو انت معاك 10 جنيه بتصرفها عليا وال10 جنيه دي خلصت وانا اقدر اساعد اوكي ده انا اشيلك فوق راسي اشيلك يبقى انا لازم أنت اشارك نكتي؟ لكن في ستات يا سيدي دلوقتي عشان هو احنا بنسمع والناس معانا انا مالي اولع سوري في, اللفظ. كده لا. في ناس بتقول مش جدعه وما تستاهلش عشان كده بقول الحياه مشاركه انا شايفه اللي قدامي بيدي فانا هدي عشان انا بحب ها هختم معاكي بقى يتجوزوا ولا ما يتجوزوش بس احنا فكرنا معاهم احنا كل ده سايبين لهم <applause> مفتوحه وكلمنا في كل حاجه يعني دي لا انا مش هقدر اقول لهم يتجوزوا يتجوزوش يا سيدي حاجه, مش حاجة اسمها. يعني دي الحاجه الوحيده اللي اقول لك هقول لك عايزاها سبيسيفيك او محدده احنا اتكلمنا في كل حاجه انا عايزه اقول ورمينا لهم كام كلمه في النص وما يفهموا انا هقول رايي آه. أنا لا أقتنع بالفروق فروق العمر الكبيرة في الجواز أنا كنت مقتنعة إنك هتقولي يتجوزوا لا أنا مقتنعة بفروق الصغيرة لكن الصغيرة دي حسب ما هو يكون ناضج قوي وهي شايفاه راجل قوي في عينيها وشايفاه مسؤول آه. يكون مفيش فروق مادية بينهم ويكون في دستور حقيقي مبني على الفكر والتفاهم وإنه ده مش هيقدر يفسرهم لما لو وصلوا لده أوعى تسيبها الأهل بقى يعملوا معاهم الأهل لو أنت شايف لو أنت الست بتسمعني شايفاه هو راجل في عينيكي قوي وهو ده الهيرو اللي انت بتحلمي بيه طول عمرك وشايفاه مسؤول عنك وهيحافظ عليكي وشايفاه راجل هرجع تاني اقول لك تاني مالي عينك من الاخر مالي عينك فكريا مش واد حلو لون كده بيقول كلام حلو مش عاطفيا بقول لا. فكريا هو كل حاجه اوكي مم. فكريا وشايفه حياتك هتكمل في حتت كتيره بيه حربي ووقفي وخدي القرار انه من حقك لكن لو انت واخداه عشان الواد المراهق اللي بنية. بيحبك أوه. انا اسفه جدا الجوازه دي مش هتنجح تحارب ان هي تتجوز من ورا اهلها لا ما تتجوز من ورا اهلها تقول لا احنا طب هم مش مقتنعين وبيقعدوها في البيت وعاقبوها، في حد بيتعاقب غير دلوقتي وما بينزلوهاش وهم مش هيقتنعوا غير لما اعمل كده من وراهم لا من هي محتاجه تاخد تقول لا كتير هي محتاجه تقول لا في الفلوس محتاجه تقول لا في حاجات تانية في حياتها ونقدر نقول لا من غير ما نهين اهلها لو قطعوني لو انا مصممه وشايفه ان الجوازه دي هتفيدني هيتصالحوا معايا بعد شويه يعني اتجوز وما مقاطعيني؟ لا انا مش مقتنعه ان الاهل مهمين قوي يعني احنا احنا يعني مش بنادي دلوقتي بان احنا نقاطع اهالينا عشان في ناس كثيرة قوي ياخدوا الجمله دي دلوقتي يقول لك هم بيشجعونا على اكثر هيرجعوا يتصالحوا ارجعوا يتصالحوا يا بنتي ما مهم, لا لا لا. مهم قوي الكيانين يكونوا ها. موافقين ومباركين ان انا في جزء في حياتي مش هيشبع غير بعيلتي <applause> وياما ناس قطعوا اهاليهم والجوازات تعبت ان الاهل بيشبع حته معينه. مرمطوا. بيتمر... ابني اللي هخلفه محتاج تيتا يشوف تيتا وخاله طبعا. وجده وعمره ده... ما يبقى حن عليكي من, من... <applause> فالنهارده بقول لها لا ادعي ربنا ربنا <applause> ممكن يدخل ويغير شكل عيلتك واصرارك والتفاهم التفاهم التفاهم, التفاهم مع العيله اقطعي الفلوس لو هما عايزينك ما تتجوزوش عشان الفلوس وشوفي بعد كده. لكن هرجع تاني اقول لكل اللي بيسمعونا فروق العمر الكبيره وفروق الاجتماعيه الكبيره مش بتبني جوازه صح مم. الجواز هو توافق نفسي واجتماعي ولازم الست تكون ست والراجل يكون راجل بس كل كده. واحد ياخد دوره هختم معاكي بالحته دي كل واحد ياخد ممكن تخليكي ست وانت تخليك راجل كده <applause> استنونا بعد الفاصل لسه في كلام كتير قوي محتاجين نتكلمه معاك يا وليد السؤال هنا بقى هل من حق وليد انه يتجوز اللي بيحبها من وراء اهلهم من ناحيه الشرع والدين في رايين فريق شايف ان المطلقه من حقها ان هي تتجوز في المره الثانيه بدون اذن ولي امرها باعتبارها خلاص بقت ست ناضجه وان هي تقدر تحسم قراراتها وتختار مصيرها وبيستندوا في رايهم على حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيقول ايه الثيب او الايم يعني المطلقه أو اللي سبق لها الجواز أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها ليه تسكت؟ موافقة يا بنتي فتسكت يبقى موافقة وفي فريق شايف أنها حتى لو مطلقة لازم برضو لما تيجي تتجوز تاني يكون جوازها بموافقة وإذن ولي أمرها وبيستشهدوا بالحديث النبوي الشريف اللي بيقول إيه؟ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وبما اننا في مصر ماشيين بمذهب ابو حنيفه النعمان فابو حنيفه قال ايه ان المراه اذا زوجت نفسها مش محتاجه أكتر من اتنين شهود عشان يكون جوازها جائز ومركز الازهر العالمي للفتوى قال ان الاصل في الزواج انه يكون بحضور وعلم ومباشره الوالي المسؤول عنها يعني وانه يكون موثق عند المأذون الشرعي والمختص بتوثيق العقود بتاعت الزواج ولو تم عقد زواج الثيب بدون وليها فالعقد صحيح لكن ننصح بان يكون هذا الزواج بعلم وحضور اهل الزوجه ووليها تفاديا لايه؟ للي هيترتب على الزواج من غيرهم من مشاكل ممكن تخلي الحياه الزوجيه على خطر الانهيار والدمار الخلاصه بقى من الكلام ده ايه يا وليد نتكلم بقى كده ايه يعني نبسطه ونخليه بالبلدي ان من حقكم من حقكم ان انت وحبيبتك تتجوزوا بموافقه او عدم موافقه الاهل ما دمتم خدتوا بالاسباب وعملتوا اللي عليكم للاخر خلاص انتوا عملتوا اللي عليكم للاخر بس الاحسن ايه ان احنا نكون برضا الاهل ومعرفتهم واحنا قبل كده كان عندنا قصه هنا عرضناها لسه وجعاني لغايه دلوقتي واحده هربت واتجوزت من ورا اهلها وحصل لها مشاكل كتير منها ان هي اترمت في الشارع وفي الاخر رجعت لاهلها وما لقيتش حد غيرهم الكلام ده بقى لحبيبه وليد بس تعالى نفكر في مشكلتك انت واسالك يا ترى انتوا بتحبوا بعض بجد؟ مستحيل فعلا تستغنوا عن بعض ولا عشان اهلها رافضين؟ فالموضوع قالب معاك وعند وتحدي والممنوع مرغوب. خد بالك يا وليد ياما قصص حب كان الكل بيحكي ويضحكى عنها واول ما اتجوزوا بقى الكل برضه بيحكي ويضحكى عنها بس عن خلافاتهم ومشاكلهم بقوا فضايح فلازم تسال نفسك اسال نفسك كويس لما تتجوزوا. هيفضل الحب زي ما هو ولا هتصحوا على حقائق تانيه ممكن تكون غايبه عنكم ومش شايفينها دلوقتي واهلها اللي هم قرايبك لو انت اتجوزتها دلوقتي من وراهم ها هتبقى علاقتك بيهم عامله ايه بعد الجواز؟ طب وهي هتفضل معاك على طول ولا ممكن بعد الجواز تحن لاهلها ويتصالحوا وتبقى انت المنبوذ او تيجي تقولك بقولك ايه تعالى معايا عشان نروح لهم هتروح؟ هم اصلا هيقبلوا ان انت تيجي؟ انا مش بقولك سيبوا بعض انا ضد ده مش عايز احبطك بس انا عايزك تفكر في كلامي كويس ما تقلبه في دماغك سمعت معانا كلام اكرام في الفقره اللي فاتت والقرار في النهايه قراركم ما حدش هيتحمله غيركم دايما هنا في قصه حقيقيه بنحاول ان احنا ننور لكم الطريق تقعدوا تسمعوا حلول بتسمعوا راي وراي اخر بنفكر معاكم لكن عمرنا ما هنقولك اعمل كذا اتصرف كذا إحنا مش في العصر بتاع زمان اللي أنا خلاص أنا هقول لك إعمل كده فأنت هتعمل كده، وأنا ما ينفعش أحط نفسي مكانك لأن أنا مش في القصة، بس أنا ببص عليها من فوق، أكننا بنتفرج عليكم وأنتوا بتمثلوا وإحنا اللي شايفينكم على المسرح. أنت بعتت الرسالة عشان أنت عايزنا نقول لك أتجوزها من ورا أهلها يا وليد صح؟ مش صح. لو قلنا آه يبقى مش صح. ولو قلنا لأ نبقى بننهي علاقة حب جميلة ما شفتش فيها حاجة وحشة بالعكس ده انت كملت معاه الحب فضل وفضل وفضل ده القدر زي ما بيقولوا لعب لعبته معاكم ان انت تشوفها صدفة وتتكلم معاه صدفة وانت عمال ترتب وفي الاخر ربنا جابها من عنده فكروا انتوا الاثنين بس كم الجوازات <applause> اللي ممكن تكون فشلت بسبب ان انتوا هتتجوزوا من ورا اهلكم اكتر بكتير من اللي فشلت بسبب الاهل ممكن تفشل وممكن تنجح ما حدش عارف بس خلي بالك انت قلت كلمتين في النص وحتى انا كنت بتكلم مع اكرام عليهم وجعوني ان انت ذكرتها اكتر من مره اكبر مني ومطلقه اكبر مني ومطلقه يعني في حتت كده حسيتها في النص مش عايزه اقول لك معايره بس لو انت مش تعرف تستحمل البنت دي مش تبقى راضي مليون في الميه او ممكن ترجع تفكر مع نفسك او هي عشان الممنوع مرغوب او هي عشان انت مش عارف تطولها فانت بتقول انا عايزها او هي مثلا لما تكبر انت تيجي تقول لا انا هي مش مكفياني وعايزه اتجوز تاني يبقى حرام عليك ما تتعبهاش اكتر من كده كفايه ان انت بتقول ان هي شافتك راجل وحاسه معاك بالامان انا بقول لك كلمتين ليك وهستنى منك رساله جديده تطمني فيها عملت ايه انا عايزه اعرف اخره القصه دي ايه واكيد الناس كلها عايزه تسمع اخره القصه دي ايه وهستنى من كل اللي اتفرجوا علينا وسمعوا قصه وليد يبعتوا لنا لنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام واتساب على كل السوشيال ميديا بتاعتنا قولوا لنا وليد يعمل ايه؟ تعرفوا حد اتجوز من آه من غير ولي؟ او اهله ما كانوش موافقين؟ طب نجحت ولا ما نجحتش؟ ما تيجوا نتعلم من بعض، ما تيجوا نشوف بكره في ايه؟ يمكن الاهالي نفسها تتعظ ويقولك طب ما انا وافق. ما تجيبها برضاك بدل ما تبقى براك. مش هقول غير كده. تصبحوا على خير، باي باي.